ضبط 2800 كيلو جرام من المواد المتفجرة بالقليوبية. واصلت قوات الأمن العسكري والشرطية المشتركة مداهمة عددا من الأوقار الإرهابية في منطقة عرب شركس بالقليوبية، وقد تم القبض على عدد من العناصر الإجرامية والإرهابية خلال الحملات المتواصلة لتنفيذ القانون. كما تم ضبط ما يقرب من 2800 كيلو جرام من مادة TNT شديدة الانفجار، وعدد من القنابل والمواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة والقنابل. مين تاني معاكم في المجموعة دي؟ مجموعة التصنيع المتفجرات دي. هي دي بس المجموعة اللي هي بتصنع، واحنا دول اللي بيعرف التصنيع. عشان تصنع ايه؟ اللي هو المواد المتفجرة. المواد المتفجرة كانوا عايزين يعملوا بها ايه؟ انا مش عارف، هو قال لي انت عليك التصنيع وخلاص. عبارة عن ايه مجموعات التأمين دي؟ دي مجموعة فيها اللي هي فضل الاشتباك مع الشرطة. الاشتباك مع الشرطة وايه؟ واللي هي مجموعة بتضرب ألعاب نارية. ومجموعة تضرب ألعاب نارية ها؟ ومجموعة تقف ضد البلطجية يعني. ماشي، ومجموعة ضد البلطجية وإيه؟ ومجموعة تانية بيبقى مع